برحب فيكم من جديد مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في حلقتنا لليوم من خبرياتنا بلا حدود. رح نسلط الضوء على يوميات بعض المشتركين وشو بدور خلف الكواليس، ودايما على طريقتي. يوميات برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني بتتعرفوا فيه على تفاصيل أكثر من حياة المتسابقين اللي ما بتخلى من الحماس والتشويق والطرائف وكثير من المفاجآت. يعني شيء قريب مني لأنه عندي فرص كثيرة وأقدر أسويه فيه، فإن شاء الله أنه بيكون شيء سهل وحلو في نفس الوقت. تخيل في أشياء تفاصيل صغيرة ما بنشوفها، فبصير بشوفها على الشاشة بصير بقول ولاو حلو عم شوفه على شاشة كبيرة ومبسوطة فيه وعجبني كأنه أول مرة بشوفه. أحس أنه أوكي يمكن كان هنا أكو غلط بالصوت، شو حسيت هاي اللقطة طولت أكثر من اللازم، وتحس أنه أوكي أنا هذا الفيديو مالتي اللي أنا تعبت عليه واشتغلت على شاشة اللابتوب الصغيرة راح يشوفوه هسه الجمهور وده تشوفه اللجنة، فإحساس حلو صراحة. أعرض بدل ما أنا بحط موسيقى كوميدية وبتكلم في كلام كوميدي وكده، أنا أحط موسيقى حزينة وطريقة التصوير هتبقى حزينة، بس الكلام اللي بيتقال فيك فيبين أنه كوميدي، بمعنى أن أنا مدمن سوشيال ميديا ومحتاج أحط بوست دلوقتي وصوت موسيقى عمال يطلع والنوبة بتجيلي وحد يفتح لنا الواي فاي بسرعة ومش عارف إيه والكلام ده. كان السؤال في أحد اليوميات مع المشتركين هو لما تفيق من النوم بتكون سعيد أو بتكره العالم أو بتكمل النومة؟ لا لما بصحى ببقى عايز أنام تاني، أما بقية المشتركين كان كل واحد له أسلوبه الخاص كيف بيصحى من النوم. بكره العالم لأنه بحب إنه أشبع نوم. واحد ما يهدر معي لما فيق من النوم كرهاني حالي. بالعكس لما أصحى أكون مبسوط عادي. أما مشاهدينا أنا لما بصحى بكون هايبر كتير وبغني، وأكثر أغنية بحب أغنيها للفنانة السعودية داليا مبارك يا حاسدي. يا حاسدي هذا أنا جيت أورحت والوثق بنفسه ترى دايما فوق غالي وبعد مملوح ولا من تميلحت أزيد سعر الملح ويخلص من السوق ما هزني رايك أسرت أو برح سكوتي ما هو خوف لكن من الذوق ما جدل الجهل وإذا صح بصرح أخاف بيني وبينه تضيع الفروق. أما السؤال الثاني كان لما تجوع ما حد يحكي معك أو عادي؟ ومارلين عن فئة اللايف ستايل قالت إنه لما تجوع ما حدا يحكي معها أبداً أبداً أبداً. لما بجوع مو حدا يحكي معي أبداً، أبداً 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 أبداً. كمان منتابع سوا مشاهدينا شو كان رد فعل المشتركين لما يجوعوا. لما جوع عادي حد يحكي معي، ما حدا يحكي معي. وسألنا المشتركين إذا بيزعلوا شو بكون رد فعلهم، بيبكوا، بيطفوا تلفوناتهم أو بيشيلوا صورهم عن واتساب. لما بزعل طفي تليفون بشيل صورة الواتساب ولا ببكي بنزل كوت على الانستغرام. إذا زعلت نبكي ونشيل صورة فيسبوك إذا زعلت أبكي. ببكي كتير. أما المشترك محمود أشرف لما بيزعل بيتخانق مع حدا أو حدا كتير مهم، ومش المفروض أصلاً يا محمود إنك تتخانق معه. بتخانق مع أمي بفراغ. مشاهدينا بنطلع فاصل وراجعين. وهلا مشاهدينا خلينا نشوف شو افضل جزء في العروض المباشره. دينجر زون دينجر زون دينجر زون. تعليقات الحكام كمان بحبها، يعني اوقات بتكون لذيذه ومهضومه. لا احضر الفيديوز اكيد تشوق اعرف شو محضرين. دينجر زون. كل واحد من لجنة التحكيم كان له رأيه الخاص، ووائل كان أحلى جزء له. أحلى جزء في اليوم في العروض المباشرة هو وقت لما أجي أكل. وكمان وائل بحب منطقة الخطر، بس ما فهمنا ليش وائل بحب هالجزء من العرض المباشر. دينجر زون بحسها كده فيها ضربات قلب ومش عارف مين وبتاع، بتحطوا في موقف اللي هو ما يتحسدوش عليه، بس انا قاعد مش قاعد في مكانهم فاهم، فقاعد بتفرج والناس واقفه في الدينجر زون. بحس طبعا باحساسهم اكيد. كتير صعبه هذه اللحظه، كتير صعبه، بس لا بس اصلا مريت بيها قبل كده يعني. وكارلا كان احلى بارت لها بالعروض المباشره. احلى بارت وقت تفوتوا على اوضتي ونعمل هالانترفيو الحلوه المهضومه. بس ما فهمت كارلا ليه لما بتعمل المقابلات لازم تكون عن طريق المرايه.
وصحيت بصيت وشفت نفسك في المراية بكيت جواك سؤال تصرخ تقول أنا مين أنا مين أنا زي ما أنا ولا اتقسمت اتنين وبعدين. وأنا كمان بحب لجنة التحكيم كتير، بس كمان المشتركين إلهم معزة كبيرة وخاصة بقلبي، لأنه في كل برايم بيمروا بلحظات صعبة وحرجة، لأنه كل واحد فيهم بيحلم بالنجومية ويكون هو نجم برنامج نجوم بلا حدود. أنا قعدت امبارح اليوم كله سهران بفكر إزاي هعرض الفكرة بتاعتي، لأن مشكلة الكوميديا إن أنا ما بخشش أعمل بحث على النت فأطلع المحتوى بتاعي، لا أنا بعرف الموضوع بيدور عن إيه ولازم الموضوع يطلع من دماغي أنا، فبياخد مني وقت أصعب في البحث وبياخد مني وقت أصعب في إن أنا أطلع المحتوى وأكتب المحتوى إزاي وأقوله إزاي وأعبر بوشي إزاي. أنا هلأ طالعة وعبالي ألفت لهم نظرهم كلهم خاصة يارا، لأنه هيك كتير بتقدر إحساسي، كلهم بيقدروا إحساسي، بس يارا دايماً بتقلي أنه خليك عم تغني بالنمط اللي أنت فيه ومش أنه غير مثل ما فايا وقال بيطلبوا منه. فايا ويارا بحبوا المشترك راشد عن فئة الفن والتصميم من السعودية، خلينا نشوف ليش. في كتير في كذا حدا كلهم، يعني في راشد من السعودية عن الفن والتصميم. بصراحة راشد أكتر شيء لأنه يعني بيعمل ميكس ميديا كتير حلو. وكلنا منتفق مشاهدينا إنه المشتركين تقدموا وتطوروا في برنامج نجوم بلا حدود، وكل واحد فيهم قدم فيديوهات مميزة ومحتوى رائع جداً. إنه بالنهاية الأفضل رح يضل، يعني الشعور إنه بكون زعلانة لأنه بعرف حدا منهم يعني حيفارق. الأفضل رح يضل، الأفضل رح يضل، الأفضل رح يضل يعني. فايا أكيد بتفق معاكي إنه الأفضل هو اللي رح يبقى، لكن حتى لو غادرونا المشتركين هم أكيد تركوا بصمة كبيرة وحلوة وانشهروا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تلفزيون الآن وبرنامج نجوم بلا حدود. يوم بداية أسبوع جديد، هذا الشيء بيعني إنه تحدي جديد. هلأ جايين نحن على الأنتورك ومتحمسين نعرف شو هو التحدي الجديد. عنا أفكار شو ممكن يكون التحدي بس منا متأكدين، فإن شاء الله ما يكون اللي ببالنا. درجة ما توقعتها صراحة بالبرايم اللي راح، فمتحمس على الموضوع شنو راح يكون، ثقتي زادت. نقول لهم للمشتركين الباقيين هذا الأسبوع خافوا من شو راني رايحين نخدم. هن كإنفلونسر وحتى يلي عم بيتابعون كمان ياخدوا معلومات ممكن يستفيدوا منها. راح ازورك في مصر قريبا، ترقب حتلاقي طيارتي جاي على مصر ان شاء الله. وبحب الكل، شكرا لنجد الحكم، وبقول لنور حبيبتي تعلمت منك اشياء كثير، كنتي انت حبيبتي بغرفتي وقريبتي واختي، ما عندي اخت بس نور كانت اختي، وبتمنى لك التوفيق. راني نبكي باسكو ما كنتش حابه الموقف هذا مع ساره. كان حلو وصعب، مغامرات، توتر، حزن، ضحك، فرفشة، كل شيء مرقنا فيه، بس تعلمت أشياء كتير، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. بحبكم كتير والله يا جماعة. صار نتمنى لها توقف 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 توفيق في اللي راهو جاي. منروح فاصل ومنتابع سوا. المشترك زاهد عن فئة العلوم والفيزياء مفكر إنه المحتوى اللي بيقدمه سهل كتير وممكن يوصل للجميع بسهولة. الفيزيائيين حققوا 4 تريليون درجة مئوية في صادم الجزيئات، توقعوا اندماج الثقوب السوداء على الورق قبل 100 سنة من اكتشافهم، دمجوا الذرة وقسموا الذرة، دمجوا الزمان والمكان. شكلها حقيقي واقع بس هي ما تعني أي شيء في الواقع. ممكن أنتم مش فاهمين إيش بقول الآن، ولكن لما نشوف الفيديو راح تفهموا. والله يا زاهد صدقني، لا الآن ولا بعدين. حد فاهم حاجة؟ أنا مش فاهم، أنا مش فاهم، أنا مش فاهم الحق على مين، أنا مش فاهم الحق مع مين، أنا مش فاهم، أنا مش فاهم. أنا مش فاهمة حاجة إطلاقاً. إطلاقاً؟ إطلاقاً؟ أيوه.
يا ضنايا اطلاقا. وصلنا لآخر حلقتنا لليوم، كنت معكم لوريس حراني، مع ألف سلامة.